وهنالك أمر في صورة التوبة لا ينفذ عند هذه الأمة إطلاقا كجانبه العلمي. يعني هناك أمر من الله عز وجل وعليك يا لي مستغرب لماذا الأمة لا تنفذه. وهنالك أمر في صورة التوبة لا ينفذ عند هذه الأمة إطلاقا كجانبه العلمي. قال تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. السياحة طبعا مع احترامنا لوزارة السياحة ليست شم النسيم، وليست السياحة في الفقه الإسلامي هي التفرغ لمساعدة الآخرين. هذه فكرة السياحة في الفقه الإسلامي، حينما أسيح أتفرغ للتعاون مع الآخرين. يبدأ موسم السياحة في بداية رمضان، ونحن في بداية هذا الشهر. إذن يبدأ موسم السياحة في بداية رمضان، والتكافل والتعاون الاجتماعي لكي لا يبقى محتاج، لا يبقى حتى طالب صغير يحتاج إلى سؤال، إلى إعراب، إلى شرح، إلى كتابة، إلا نحن نساعده. هذه السياحة يجب أن أسيح بهذه الفترة وأن أتعاون مع مجتمعي أربعة أشهر، يعني ثلث السنة. الأمر هو الذي في سورة التوبة، يقول الله عز وجل فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. وفسرنا عليك يا لي معنى السياحة ما شاء الله، وحددنا وقت من بداية رمضان إلى يوم عرفة. الجميل بالموضوع أن هذا الكلام فسيحوا في الأرض أربعة أشهر نزل في المشركين. الله عز وجل يقول في سورة براءة، في أول سورة براءة حتى بسم الله الرحمن الرحيم ما فيها، ابتدأها الله تعالى بقوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. هذه يقولها للمشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وعيد، تهديد للكافرين. هذه الآية نزلت كان هناك عهد بين المسلمين والمشركين، المشركون أخلوا بهذا العهد، فأنزل الله عز وجل براءة من هذا العهد ومن المشركين، فقال براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ومن عدل الله عز وجل أنه أعطى المشركين مهلة حتى يبتعدوا عن المسلمين قبل أن يدك المسلمون رقابهم، فقال لهم فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، يعني آمنين لن يحاربكم المسلمون في هذه الأربعة أشهر، واعلموا أنكم غير معجز الله، يعني بعد هذه الأربعة أشهر ستقطف رقابكم، وأن الله مخزي الكافرين، مخزيكم ومخزي من على شاكلتكم. هذه الآية وهذا السياق كتاب الله عز وجل. يعني فقط الإنسان يحتاج أن يقرأ الآية كاملة ولا يأخذ نصا منها ويضعه في غير موضع، يقرأها كاملة يجد الحق من الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله.